بكم معنا إلى هذا العدد الخاص من برنامج حوار خاص، والذي نستضيفه فيه هذا المساء السيد توماس شانون، وكيل وزارة الخارجية الأمريكي مكلف بالشؤون السياسية. أهلا بكم سيد. شكرا على سؤالي وشكرا على الاستضافة. هي أول زيارة لي إلى الجزائر، وأنا سعيد جدا بتواجدي معكم. تاريخيا الجزائر بلد مهم، وبالنسبة لي هناك شخصيتان أدبيتان مهمتان، هما القديس أغسطين وألبير كاميو، الذي ولد في الجزائر وقد أثرت في كثيرا. وعلى صعيد آخر، فإن الزيارة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نتطلع إلى محادثات على أعلى مستوى، لأن الوزير الأول الجزائري سيزور واشنطن للمشاركة في قمة حول الأمن النووي، كما سيقوم الوزير الخارجية الأمريكي بزيارة إلى الجزائر في إطار الحوار الاستراتيجي شهر أبريل المقبل. زيارة إلى الجزائر هي في إطار جهود تدعيم وتعميق العلاقات بين البلدين والتطرق إلى المواضيع التي سنعمل عليها مستقبلا. سيد شانون، الجزائر كانت محطة ضمن بلدان أخرى زرتموها في شمال إفريقيا، وستواصلون جولتكم بالتوجه إلى مالي وبوركينا فاسو. لماذا هذه الزيارة في الوقت الآن، في هذا الوقت الراهن، ولماذا هذه الدول بالذات؟ هذه أول زيارة لي كوكيل لوزارة الخارجية الأمريكية مكلف بالشؤون السياسية منذ تعييني في هذا المنصب. والولايات المتحدة تعي أهمية شمال إفريقيا ودول الساحل على الصعيد الأمني والتطور الاقتصادي والاجتماعي، والهدف من الزيارة هو إبراز الدور الذي تلعبه هذه الجهة في هذا الخصوص. بالحديث عن منطقة الساحل ربما وشمال إفريقيا، هي مناطق تعرف بعض التوترات الأمنية. سيد شانون، هل هناك ربما تنسيق أمني جزائري أمريكي فيما يخص هذا المجال، يعني تطويق هذه التجاوزات الأمنية أو الإرهاب الذي بدأ يأخذ منحة تصاعد في هذه المناطق؟ Algeria and the United States have a strategic partnership. Yeah. هناك شراكة استراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في المجال الأمني ومجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات. والحوار الاستراتيجي بيننا أدى إلى تعميق هذه الشراكة، والجزائر بالنسبة لنا بلد مهم في هذا الإطار. وعلى سبيل المثال لا الحصر، الدور الجزائري الذي كانت قد قامت به في القضية المالية بالنسبة لنا هو دور وإنجاز كبير جدا. بالحديث عن الحوار الاستراتيجي الذي يدرك عامه الرابع هذه السنة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، كيف انعكس هذا الحوار على العلاقات الثنائية وعلى التنسيق الدولي أو الثنائي بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر وواشنطن؟ الحوار الاستراتيجي حقق إيجابيات كثيرة، من بينها توسيع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد تجاوزنا مجال التعاون إلى مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني وإلى العديد من القطاعات على غرار الاستثمار والتجارة. فقد ساهم كثيرا هذا الحوار في ترقية التواصل بين البلدين على أعلى مستوى، وعلى مستوى وزراء خارجية البلدين ومسؤولين آخرين. وأدى الحوار إلى قفزة نوعية بين البلدين، ليس فقط على المستوى الكمي بل النوعية أيضا. سيد شومان، ربما نتحول إلى موضوع آخر يهم ليبيا. ليبيا التي تحاول أن تخرج من أزمتها، وهناك جهود دولية من أجل مساعدة ليبيا للخروج مما تخبطوا فيه من فوضى أمنية وتعثر سياسي. لكن مؤخرا الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل مباغت ومفاجئ توجه ضربة عسكرية لليبيا. ألا تعتقدون أن هذه الضربة ستؤثر بالسلب على هذه المجهودات التي الموجودة الآن من أجل مساعدة ليبيا للخروج من محنتها؟ شكرا على هذا السؤال المهم، ودعيني فقط أن أوضح بعض الأمور. فالولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بحل سياسي في ليبيا،
والحكومة الأمريكية تعمل جاهدة مع الأمم المتحدة ومع الشركاء بما فيهم الجزائر لمساعدة ليبيا على تشكيل حكومة وفاق وطني وعودة الحكومة إلى طرابلس، بعد ذلك العمل مع الحكومة في العديد من الجبهات بما فيها مكافحة الإرهاب على أراضيها. The capabilities and capacities necessary to fight terrorism in its own territory. Let me be clear about this strike. دعيني أكون واضحا فيما يخص هذه الضربة العسكرية. الضربة العسكرية كانت موجهة ضد عضو مسؤول في تنظيم داعش وهو تونسي معروف جدا. كان قد ساهم في الاعتداءين الإرهابيين في تونس ضد متحف البارد والمنتجع السياحي في سوسة، وكان بصدد تدريب تونسيين لتنفيذ عمليات إرهابية. هذا كان الهدف الوحيد من الضربة العسكرية التي وجهت في ليبيا، وليس أي تدخل في شؤونها الداخلية. It was not an intervention in Libyan internal affairs. لكن سيد توماس، عندما قررتم ضرب ليبيا بهذا الشكل وأنتم تستهدفون ما اعتبرتهم إرهابي بصدد تدريب تونسيين من أجل القيام بعمليات إرهابية، هل قمتم بهذه العملية بشكل انفرادي أم كان هناك تنسيق مع دول الجوار؟ وإن كان هناك تنسيقا مع دول الجوار، من الدولة التي نسقتم معها؟ Well, let me say that. دعيني فقط أؤكد بأن الضربة الجوية كانت مطابقة للقانون الدولي، ولن أخوض في تفاصيل محادثات الدبلوماسية التي قمنا بها قبل العملية، لكن دعيني أؤكد أيضا من جديد بأن العملية عملية مطابقة تماما للقانون الدولي. كيف هي مطابقة للقانون الدولي سيدي؟ القانون الدولي يجبرنا على العمل والتنسيق مع السلطات الوطنية، ولقد قمنا بذلك. We did so. وهل هي كانت عملية ناجحة؟ لقد كانت كذلك. لكن بعض الدول أدانت العملية بما فيها ليبيا التي قالت بأنها مساس بسيادتها وهو مساس أيضا بالقانون الدولي. بماذا تردون سيد توماس؟ Well, as I noted earlier, we believe this. كما قلت سابقا، العملية كانت مطابقة للقانون الدولي والمعايير الدولية. وأعتقد أن العملية كانت ضرورية للحد من خطر هؤلاء الأفراد وهذا المسؤول في داعش والمجموعة التي كان يكونها. كان بإمكانها تنفيذ هجمات أخرى كانت ستكون نتائجها وخيمة على المنطقة. هل هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة على ضرب أي مكان في ليبيا تعتقد أنه يضم مجموعات إرهابية؟ هل هذه بداية لضربات أخرى أم هنا تتوقف هذه الضربات العسكرية الأمريكية؟ لم تكن ضربة عسكرية أولى، ولا أعرف إن كانت ستكون الأخيرة. دعيني فقط أؤكد من جديد أن هدف الولايات المتحدة الأمريكية والذي تشاطره مع الأمم المتحدة ومع الجزائر هو مساعدة ليبيا على بناء دولة وإنشاء حكومة وفاق وطني وتعزيز قدرات المؤسسات الليبية لكي تمكنها من رفع التحديات، وهذا نفس الهدف الذي نشاطره مع الجميع. والغاية من كل ذلك تكوين دولة قوية قادرة على رفع التحديات. في نفس السياق سيد شانون، كان هناك حديث مؤخرا في وسائل الإعلام أن الدول الغربية تحضر أو ترغب في توجيه ضربة عسكرية لليبيا لحسم تواجد ما يسمى بداعش في ليبيا. هل تعتقدون أن هذا الأمر جدي؟ وإن كان كذلك، تقديراتكم الزمنية، يعني متى يمكن أن يحدث هذا الأمر؟ نحن كما الجميع جد قلقين من وجود تنظيم داعش في ليبيا، فهي مجموعة إرهابية خطيرة، وليس من مصلحة الليبية تواجد هؤلاء الإرهابيين فيها. ومن الخطأ أن أجزم بما سنقوم به في إطار التحالف الدولي ضد داعش وبما سنقوم به في ليبيا. المهم هو يجب أن نركز جهودنا على تعزيز قدرات ليبيا لمواجهة ذلك، وهو المبتغى من جهودنا الدبلوماسية.
And that's where our diplomatic efforts are going to be. سيد شانون ربما سؤال أخير يتعلق فيما يخص هذا الذي يعرف بداعش أو بالمجموعات الإرهابية بشكل عام ألا تعتقدون أن الضربات العسكرية أثبتت أنها تخلق أو تدعم وجود هذه الجماعات الإرهابية ما حدث في سوريا ما حدث في ليبيا أيضا أكد مع الزمن أن الضربات العسكرية لا تساهم في الحلول بقدر ما أنها تعقد الأمور وتخلق هذه المجموعات الإرهابية وتساهم في وجودها وفي تقويتها. A good point and an interesting question. هذه نقطة هامة جدا وسؤال مهم. يجب تحديد الظروف وتحديد الهدف وتحديد نوايا هذا الهدف للقيام بأي عملية ونحن نعتقد بأننا حققنا هذا الهدف فيما يخص سؤالك الواسع جدا حول الموضوع فيما يخص ليبيا العراق وسوريا نعتقد أن للعمليات العسكرية دور تقوم به ودور تساهم به لكن الهدف هو إيجاد الحلول السياسية ومساعدة هذه الحكومات على مجابهة هذه المشاكل بنفسها هذا مثل ما حدث في ليبيا وفي العراق وحاليا في سوريا هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لبعض الحوار بين المعارضة والحكومة وكذلك بعد الحوار الوصول إلى مرحلة انتقالية لمساعدة الدول والحكومات على مواجهة الإرهاب بنفسها Our purpose is always to enable and help states and governments fight terrorism. سيد شانون نتحول ربما إلى سؤال آخر يخص القضية الصحراوية المنطقة تستعد لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الشهر المقبل على خلفية القضية الصحراوية سيد شانون هل تعتقدون ألا تعتقدون أنه بعد 40 عاما من الاستعمار 40 عاما من الجهود من أجل تسوية هذه القضية في الأطر الأممية ألا تعتقدون أنه حان الوقت الآن لتسوية هذه القضية هذه المستعمرة آخر مستعمرة في إفريقيا وفق الشرعيات الدولية ربما وبما يتطلع إليه الشعب الصحراوي لتقرير مصيره الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بحل سياسي دائم وتوافقي الولايات المتحدة الأمريكية تدعم مسار الأمم المتحدة وتدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة وتدعم أيضا جهود المبعوث الشخصي كريستوفر روس بالفعل 40 عاما وقت طويل جدا نحن نعي ذلك وهذا يدعونا لبذل جهد أكبر لإقناع الأطراف بوجوب حل سياسي يحترم مصالح الشعب الصحراوي نحن نعمل مع الجزائر ومع الشركاء في هذا الصدد والوقت الذي سيتطلبه ذلك لا يحبط عزيمتنا and we will not be deterred by the amount of time it has taken. ربما سيد شانون تلامون انه مؤخرا عندما زرتم المملكة المغربية قلتم ان الطرح الذي يقدمه المغرب لتسوية هذه القضية هو امر متزن والآن تتكلمون عن حل سياسي وأنكم تدعمون الحل الأممي هل ألا تعتبرون أن هذا أن هناك ازدواجية في التعامل مع هذه القضية؟ No, I don't. لا بالتأكيد ليست هناك أي ازدواجية ما ينوي الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك ما ينوي مبعوثه الشخصي كريستوفر روس القيام به هو احترام مصالح كل الأطراف هذا من خلال تقديم مقترحات وما قلته يعد من باب تشجيع الأطراف في المفاوضات على تقديم مقترحات للمضي قدما بهذا الأمر وهناك أخذ ورد اليوم ليس بالإمكان الحصول على نتائج من دون جهود. سؤال أخير سيد شانون تصنف الجزائر على أنها الدولة أكثر استقرارا في المنطقة في وضع ملتهب كيف تنظرون إلى دور الجزائر وما يقدمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في شأن تصدير إلى دول الجوار
مسألة الأمن والاستقرار كما فعلت مع مالي وما تزال تفعله الآن مع ليبيا. كيف تقيمون أو تنظرون إلى هذه الجهود بشكل عام؟ First, Algeria is a great nation. الجزائر بلد